السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الغاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، انا المرة اللي فاتت لما نزلت لكم فيديو قلت لكم انا هقول لكم على جليتش فيه، بس للاسف بعد ما عملت المونتاج يعني وانا بسجل الفيديو اكتشفت انها بقى يعني التسجيل قفل في النص، فانا كنت بكلم نفسي يعتبر. فالفيديو معلش بتأسف لكم عنه، الفيديو اللي فات كان فيه غلطة. تمام، هقول لكم ايه الجليتش اللي طلع لي منه دوناروما المره اللي فاتت، وده جليتش جديد يا جماعه جربته. طبعا انا فتحت الداتا ديت بس عملت لها اديت مشاهده عشان اشوفها تاني معاكم. انا شفت علم المانيا قلت اكيد حاجه حلوه، طالما علم المانيا وحاجه حلوه. لما لقيت ايكون بقى، انا لما لقيت اس تي قلت هافرتس ماشي يا عم لاعب 96 ولا حاجه، لقيت ايكون اتخضيت. انا ما بصيتش اصلا على اللعيبه اللي موجوده. تمام، بس ما علينا. تمام يا جماعه، هو جليتش اللي طلع لي منه بلوزة ده دلوقتي يعني واحد صاحبي على الواتساب قاله لي. تمام، الجليتش عبارة عن ايه؟ يعني قال لي خش في لاعب واحد بس من اللعيبة العالية. تمام، انا دوست على شمايكل واطلع تاني بسرعة، وبعد كده افتح الباكة. بس اهم حاجة ايه؟ لو في اي حاجة يعني اي تطبيق شغال في الخلفية اقفله، ولو في تقدر تحذف مساحة وتفضي مساحة يعني تخلي في مساحة حلوة فاضية في تليفونك اعملها، علشان ده بي يعني بي عشان الباكة مش تهنج معاك. ويعني بص، هو قال لي كده، قال لي امسح المساحة قد ما تقدر. تمام، واقفل التطبيقات اللي بتبقى مفتوحة في الخلفية، يعني خلي ما فيش تطبيق مفتوح خالص غير فيفا. تمام، وخش على لاعب عالي وافتح الباكة وسمي الله وان شاء الله يطلع لك حاجة حلوة. طلع لي كلوزة. تمام، الجليش التاني كان عبارة عن ايه بقى؟ الجليتش التاني كان بيقول خش افتح الباكة. تمام، وافتح اللي هي طبعا بيبقى فيه فتحتين، فتحة بيبقى فيها اللعيبة اللي هي من 65 ل 74 دي افتحها على اللمعة الأولى. تمام، والباكة التانية بيبقى فيها اللاعب دوت افتحها برضه على اللمعة الأولى ويطلع لك حاجة حلوة. دي برضه اللي طلع لي منها دوناروما. تمام، يعني دول الجليتشين اللي احنا جربناهم حتى الآن. في جليتش تالت بس أنا لسه مجربتوش، كان بيقول لي ان انا اخش في اعلى في دقيقة بس اجيب لكم الفتحة تاني. كان بيقول لك خش في اعلى اوفرات موجودة في الفتحة. تمام، اللي هو الصف الاولاني ده اللي هو مثلا من ريكارد لحد رودري. تمام، وبعد كده انزل خد الصف التحتاني كله برضو خش فيهم واطلع واحد واحد، وافتح ودوس على علامة اللعيب من 94 ل 99 كذا مرة وافتح الفتحة وان شاء الله يطلع لك حاجة حلوة. كذا واحد من صحابي صوروا وهم بيعملوا الجليتش ده وطلع لهم منهم ماتيوس الاسبوع اللي فات. بس كده يعني كنت عايز اعمل لكم فيديو سريع عن الجليتش مش اكتر يعني، وجربوه وان شاء الله يعني يطلع لكم حاجة حلوة. وبقولوا لنا في التعليقات لو جليتش من الجليتشات دي نفع معاكم، ومتنسوش بقى اللايك والاشتراك وكده، وادعمونا بقى يا جماعة. وسلام.